حدث أغرب من الخيال وقع في بيت مواطن أردني في يوم احتفاله بزفاف ابنته، والذي تحول إلى مأساة كبيرة. لكن عندما تدخلت الجهات المختصة للتحقيق في الحادث توصلوا إلى استنتاج فاجأ ذلك الشخص وأفقده القدرة على تمالك نفسه. فما القصة؟ ضاع الحق وصاحبه لا يستطيع استرداده مرة أخرى. بتلك الجملة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثتين اللتين وقعتا لمواطنين أردنيين، والتي لم يستطع أصحابهما استرداد حقوقهما رغم وضوح كل الأدلة. تفاصيل ما جرى بالضبط تحدث عنها مواطنان تعرض منزليهما للسرقة من قبل أشخاص عرفت هويتهم. أحد هذين المواطنين اسمه أمين، والذي قرر أن يتحدث عما جرى له قائلا إنه تمت سرقة منزله بتاريخ 20 ديسمبر عام 2022 في إربد. وعلى إثر ذلك قام بإبلاغ الجهات المختصة، والتي نجحت من خلال البحث الجنائي في معرفة هوية السارق وضبطه بواسطة البصمات والكاميرات. لكن بعد ذلك جرى تحويل لهذا الشخص إلى المدعي العام، وهناك حدثت مفاجأة مذهلة، حيث قرر المدعي أن يسقط عنه جناية السرقة وانتهاك حرمة المنزل، ولم يتم توقيفه بتاتا وتم إطلاق سراحه. وأضاف أن المتهم بالسطو على منزله خرج بكفالة ولم يقم بإعادة المبلغ الذي استولى عليه والبالغ 22,000 دينار، مبينا أن السارق اعترف بسرقته مبلغ 50 دينارا فقط. وعلى إثر ذلك جرى إغلاق القضية وتم المنع من إعطائه ملفا عن القضية، وبالتالي ضاعت أمواله ولم يستردها وفقد حقه القانوني. وفي قضية أخرى قال أبو أحمد إنه تمت سرقة 45,000 دينار من منزله أثناء زفاف ابنته، وأضاف عدنا إلى المنزل بعد انتهاء حفل الزفاف فوجدنا المنزل مسروقا، حيث تم ضبط السارقين وقاموا بتمثيل قيامهم بالسطو واعترفوا بسرقة المبلغ. واستدرك عندما ذهبنا إلى المحكمة تم تبرئتهم بسبب عدم وجود أدلة رغم اعترافهم بالجريمة وإعادة تمثيلها. ومضى في حديثه راحوا علي 45,000 دينار ولم يتم إعادة أي شيء منهما. وتابع في يوم من الأيام سافرت إلى السعودية وعلى الحدود أرجعوني كشاهد على قضية. ما حدث لهذين المواطنين أثار حالة من الذهول بين المتابعين على السوشيال ميديا، الذين أكدوا أن ما حدث لهما يكشف حجم الثغرات الكبيرة في القانون الأردني التي تحتاج لإعادة دراستها وتقييمها مرة أخرى، حتى لا يفلت المتورطون في تلك الحوادث بفعلتهم بسبب ثغرات بسيطة تتحول لصالحهم، وهو أمر يؤدي في النهاية لضياع الحقوق بدلا من حفظها. فماذا ستفعل لو كنت مكان أحد هذين الشخصين؟